إصدار وثيقة القاهرة للحوار. أولا، واحد، إن الحوار البناء يهدف إلى التفاهم والتلاقي على مساحات مشتركة وأهداف إنسانية عامة لا تمييز فيها على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو القبيلة، إنما هو العيش الإنساني المشترك. ثانيا، إعلاء قيمة الحوار مطلب أكدت عليه جميع الشرائع السماوية وجميع الحضارات والثقافات الرشيدة باعتباره صمام أمان للجميع. ثالثا، أهمية العمل على نشر لغة الحوار ومراعاة ضوابطه عبر وسائل الإعلام المختلفة. وليس غريبا عليكم أن بعض البرامج التي كانت تعمل فقط على الإثارة وجذب المزيد من المشاهدة شوهت الحوار الراقي، فيما تعلمون من بعض البرامج التي لا نحب أن نذكر شيئا منها باسمه، إنما كرهت الناس في الحوار بما كان بخروجي عن كل معاني اللياقة والإنسانية. ومن هنا لابد من أن تكون وسائل الإعلام سواء كانت مسموعة أم مرئية أم مقروءة، كأن يكون الحوار على صفحات الصحف أو المجلات، أن يكون حوارا راقيا وليس سبابا ولا قذفا، لا صراحا ولا غير صراح. رابعا، ترسيخ مبدأ الرأي والرأي الآخر وعدم التعصب الأعمى وعدم الاستعلاء بالرأي على حساب الرأي الآخر. وكما أكد بعض الزملاء أن هناك من يظن أن رأيه هو الرأي الصواب الذي لا يقبل الخطأ، وأن رأي غيره هو الرأي الخطأ الذي لا يقبل الصواب، وأنهم شعب الله المختار أو جماعة الله المختارة. هذا ليس لا في الإسلام ولا في أي دين من الأديان. أهمية العمل على إحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب بما يسهم في تحقيق الأمن المجتمعي والسلام العالمي، والعمل على تعزيز الحوار الديني والثقافي والحضاري على جميع المستويات الوطنية والدولية. التأكيد على أن الحوار بين الأفراد يعادله التفاهم بين المؤسسات والتفاوض بين الدول، وتحقيق ذلك على أرض الواقع يدعم السلام المجتمعي والعالمي. التأكيد على أن وحي السماء ما نزل إلا لسعادة الناس، يقول الحق سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فكل ما يؤدي إلى الهدم وسفك الدماء والاعتداء على الأموال والأعراض والفساد والإفساد لا علاقة له بالأديان، ومن تبنى ذلك خرج على كل مقتضيات الأديان بل على كل مقتضيات الإنسانية، وصار مسخا آخر، سمه أي شيء إلا أن يكون إنسانا حقيقيا. النقطة القادمة في من أهم النقاط لنا جميعا، التأكيد على أن أوطاننا أمانة في أعناقنا، ومن لا خير لوطنه فيه فلا خير له في نفسه. من لا خير لوطنه فيه فلا خير له في نفسه. ومشروعية الدولة الوطنية لا تتناقض أبدا لا مع المشروعات الكبرى الأممية ولا مع المشروعات الكبرى التي تقوم على أسس دينية أو إنسانية. فلنا أن نتكامل كأمة عربية، ولنا أن نتكامل كأمة إسلامية، ولنا أن نتكامل كأمة إنسانية، لكن ذلك كله شيء والولاء والانتماء الوطني في مقابل جماعات لا تؤمن بالوطن ولا بالدول الوطنية شيء آخر. فأوطاننا أمانة في أعناقنا، يجب أن نحافظ عليها أفرادا ومؤسسات وشعوبا وحكومات بكل ما أتينا من قوة وأدوات
وفكر وعلم، بل بالروح والدم اذا اقتضى الامر. التأكيد على اهمية دور الاعلام في ترسيخ قيم التسامح ونبذ العنف، واهمية التغطية الاعلامية المهنية الموضوعية للاحداث، ووضع ميثاق شرف اعلامي دولي يوفق بين حرية التعبير والرأي ومقتضيات احترام الثقافات والاديان. فحرية الرأي والتعبير لا يجب ان او لا يمكن ان تتعدى الى المساس بحريات الاخرين، وقد قالوا انت حر ما لم تؤذي او تضر، انت حر ما لم تؤذي او تضر، فحريتك تتوقف حيث يعتدى على حريات الاخرين. التأكيد على الرفض المطلق لكل انواع التطرف والارهاب والكراهية والتعصب الاعمى، مع رفض التوظيف السياسي لاي من ذلك كأداة لتفتيت الدول وهدمها او لحصد الاصوات وكسب الانتخابات. احيانا في بعض الدول قبل الانتخابات تكون هناك مزايدات في التطرف لكسب الاصوات الانتخابية على حساب الاديان وعلى حساب الانسانية، وكل ذلك بين مهما حاول اصحابه ان يغلفوه بالف غلاف وغلاف. والتأكيد على رفض ربط التطرف والارهاب باي دين من الاديان، ورفض الزج بالاديان والمقدسات في ساحات الصراعات الانتخابية والسياسية، والتحذير من ان مخاطر الاساءة للمقدسات والرموز الدينية هي تهديد للامن والسلم الدولي. لا ينجم عن ذلك سوى المزيد من العنف والتطرف وتأجيج المشاعر وخلق العداوات. مع التأكيد على ان الهدف من الحوار بين الثقافات ليس محاولة تغيير ثقافة او هيمنة ثقافة على باقي الثقافات، ولكن ان نصبح اكثر فهما ومعرفة واحتراما لثقافاتنا المتنوعة. وكما اكدنا فالحوار الحقيقي لا يعني الانبطاح ولا يعني الذوبان في الاخر ولا يعني الاستسلام له، انما يعني التفاهم على ارضية مشتركة. مع التأكيد على ان لغة الحوار البناء تقوم على انتقاء الالفاظ والاسلوب الراقي الذي يجمع ولا يفرق ويحتوي ولا ينفر، كما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتقون الفاظهم عندما مر سيدنا عمر بن الخطاب على جماعة اوقدوا النار، فكره ان يقول السلام عليكم يا اصحاب النار او يا اهل النار، وانما قال تلطفا السلام عليكم يا اهل الضوء، فشتان بين الضوء والنار في اضافة الاهل الى اي منهما. الحوار البناء هو الذي ينأى بالمتحاورين عن كل اشكال الجمود والاستعلاء، ويحمل كل منهما على احترام رأي الاخر وتقديره والتسامح تجاهه. مع التأكيد على مراعاة البعد الانساني للحوار بحيث يبنى على الموضوعية دون المساس بالاشخاص او التشهير بهم او السخرية منهم. فعندما يحاول الانسان عاجزا يعجز عن دحض الحجة بالحجة، ينتقل الى السباب المحض والى الامور الشخصية مما لا خلاق له على الاطلاق. التأكيد على اهمية، وهذا عنصر هام، التأكيد على اهمية دور المرأة في ترسيخ ثقافة الحوار والاستفادة من جهودها الدعوية والثقافية في هذا المجال، مع تسمين اهتمام وزارة الاوقاف بالمرأة وحسن اعدادها وتأهيلها واعظة وقيادية. وقد كان لما قامت به الواعظات والراهبات في حملة طرق الابواب التي وصلت الى ما يزيد على 1,000,000 اسرة مصرية دورا كبيرا في تعزيز التفاهم المجتمعي. ان احترام المقدسات والرموز الدينية يسهم بقوة في صنع السلام العالمي ويدعم حوار الأديان والحضارات والثقافات. أما النيل من مقدسات الآخرين ورموزهم الدينية فلا يزكي إلا مشاعر الحقد والكراهية والعنف والتطرف والإرهاب. يجب أن نعمل جميعا على تأصيل قيم الحوار
والتسامح انطلاقا من المشتركات الإنسانية مع احترام الخصوصيات الثقافية والدينية للأمم والشعوب. فكما نحترم خصوصيات الآخرين يجب على الآخرين أيضا أن يحترموا خصوصياتنا الدينية والثقافية، وإلا لتحول الأمر من تفاهم وحوار إلى خلبة وقهر لا يقبل أحد. التفاهم عندما يقوم على الحوار يعيش بعقود وقرون طويلة، أما إن قام على الغلبة والقهر فهو أشبه ما يكون بالنار تحت الرماد، أي شيء يحركها يمكن أن يؤججها أقوى مما كانت 100 مرة. فالخطر، كل الخطر أن تستخدم الغلبة والقهر في الحوار. إدانة التوظيف السياسي للأديان مع الضرب بيد من حديد على أيدي النفعيين والخونة والعملاء والمتاجرين بقضاء الأديان والأوطان والمبادئ الدينية والقيم الإنسانية السامية. قيام المؤسسات التشريعية بإصدار قانون لتجريم إصداء الأديان والإساءة المقدسات. نعلم أن بعض الدول الممثلة بيننا الآن قامت بسن هذه القوانين، لكننا نريد أن يصبح ذلك ثقافة عامة في كل الدول في تشريعاتها الوطنية، وأن نعمل معا على استصدار تشريع دولي يجرم الإساءة للأديان والعنف والكراهية، ليس لدين واحد وإنما لكل الأديان والثقافات والحضارات. التأكيد على أهمية دور البرلمانيين كممثلين لشعوبهم في تعزيز الحوار بين الثقافات وفي إصدار تشريعات تجرم التحريض على التطرف والإرهاب وإصدار القوانين التي تجرم الإساءة للأديان والرموز والمقدسات وفق المادة 20 من العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على تحظى بالقانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. وعلينا أن نعمل جميعا على إبراز هذه المادة في القانون الدولي وأن نتمسك بها في مواجهة ما يسمى بالإسلامفوبيا أو العدائية للإسلام أو العدائية للإنسانية. فكل ما نطلبه ونأمله ونرجوه أن يعاملنا الآخرون ببعض التسامح الذي نحمله لهم وللإنسانية. التأكيد على دور البرلمانات التشريعي والرقابي في ترسيخ دولة المواطنة التي لا تميز بين المواطنين على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس. دولة المواطنة التي تؤمن بالتنوع وتحترم التعددية وتعدها صراء، فالوطن لكل أبنائه وهو كذلك بهم جميعا. أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية لتعزيز قيم الحوار وآدابه، وهذا ما نسعى إليه معا، وهذه سر الاجتماعات واللقاءات والمراكز المتعددة للحوار وفق استراتيجية تشاركية ليست عامة دقيقة ومحددة على المستويات الوطنية والدولية، مع تعزيز التبادل الثقافي بين الدول والمؤسسات لدعم الحوار وتعزيز أسس العيش المشترك. توصية هامة جدا جاءت في أكثر من بحث وفي أكثر من كلمة: العمل على تدعيم مناهج التعليم. العمل على تدعيم مناهج التعليم في جميع مراحله المختلفة بما يعزز أسس ومفاهيم الحوار وضوابطه وغاصة في نفوس الدارسين منذ الصغر. هذه توصية في غاية الأهمية وجاءت في أكثر من بحث وأكثر من كلمة: إعادة النظر في بناء المناهج التعليمية بما يدعم ثقافة الحوار. إنشاء مراكز بحثية، وفي بعض الدول بعضها أنشأ بالفعل، ولا مانع أن يكون في كل دولة مركز. عندما نقول سننشئ مركزا دوليا يمكن أن ينشأ مركز بحثي لتعزيز الحوار، وكل هذه المراكز تتضامن، فهي ليست متناقضة بل هي متكاملة. إنشاء مراكز بحثية متخصصة في مختلف دول العالم تهتم بقضية الحوار والتصدي للأفكار التي تعمل على هدم أسسه.
مع تكثيف جهود العلماء والمفكرين والمثقفين في مواجهة ظواهر الكراهية والتمييز العنصري لبناء حضارة إنسانية آمنة والوصول بعملية الحوار إلى هدفها المنشود. نقطة هامة جدا، الإفادة من وسائل الاتصال الحديثة، وهذا ما جعلنا نخصص برنامجا صمم خصيصا مع وزارة الاتصالات المصرية وشركة ICDL لتدريب الأئمة والواعظات على السوشيال ميديا وتوظيف السوشيال ميديا في تعزيز ثقافة الحوار في مواجهة جماعات تعلمونها جميعا تستخدم وسائل التواصل الحديثة للهدم وبث العنف والكراهية. الإفادة من وسائل الاتصال الحديثة وتوظيفها التوظيف الأمثل في إرساء ركائز مشتركة للحوار بين الثقافات المختلفة. أهم نقطة، يقينا كل من يجلس في هذه القاعة هو عالم ومفكر وآلي حوار، لكن الأمانة أن ننزل إلى أهالينا في القرى والنجوع والوديان والبدو والحضر والمدارس والمصانع وأن نتحول بثقافة الحوار من ثقافة النخبة التي تؤمن بالحوار لتصبح ثقافة الحوار والتعدد والتنوع وقبول الآخر ثقافة مجتمع وثقافة دولة وثقافة أمة وثقافة إنسانية. علينا أن ننزل إلى الناس وأن نعيش بينهم في مصانعهم وفي قراهم وفي نجوعهم وفي عزبهم وفي بدوهم وفي حضرهم لنحول ثقافة الحوار من ثقافة النخبة إلى ثقافة المجتمع. في النهاية بقي توصيتان، العمل، نعمل جميعا، نعمل جميعا بالتعاون معا وعبر الوسائل الدبلوماسية على إصدار ميثاق دولي يجرم بوضوح الإساءة للمقدسات والرموز ويتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية باعتبارهما جرائم تهدد السلم والأمن الدوليين. والحقيقة نشكر لكم جميعا دعمكم لهذه الوثيقة وإشادة بإنشاء ودعم المركز الدولي لحوار الأديان والثقافات الذي يعني خصصنا له يعني مكانا وسينطلق خلال أيام في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ونشكر لكم أيضا دعمكم للمؤتمر وللمركز ولهذه الوثيقة التي لا تعبر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فقط وإنما تعبر عنا جميعا، فنحن شركاء فيها حتى إن سميت باسم المكان الذي عقد به المؤتمر فهي وثيقتكم جميعا لكم جميعا أخذت من أفكاركم وبحوثكم. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم.